أهلا بكم. كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية عن أحوال الطقس خلال الساعات القادمة. أضافت أن فصل الصيف لم يبدأ حتى الآن، وأن البلاد ستشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار على شمال البلاد ومرورا بالقاهرة الكبرى، وبتصل ل 32 درجة العظمى حتى شمال الصعيد، بيكون الطقس شديد الحرارة أكثر على جنوب الصعيد، ويمكن أن تصل درجة الحرارة ل 40 درجة. كانت أيضا مدير الاستشعار عن بعد بيئة الأرصاد الجوية أن فصل الصيف من المفترض أن يبدأ خلال شهر ونصف من الآن، وأكدت أن هناك أو أن هناك نشاط للرياح بمناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء، والفرصة مهيئة لسقوط يعني أمطار خفيفة على أقصى الغرب. أيضا توقعات هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد يوم الاثنين ارتفاع في الحرارة، يشهد طقس حار نهارا على القاهرة، الوجه البحري، جنوب سيناء، ومعتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ولطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، ومائل البرود على السواحل الشمالية، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. أيضا من توضيحات هيئة الأرصاد الجوية أن يوم الاثنين سيشهد أتربة عالقة على القاهرة، ونشاط رياح بأغلب الأنحاء يكون مثير للرمال والأتربة على شمال الصعيد. أيضا بالنسبة لفرص الأمطار ستكون خفيفة بالنسبة للسواحل الشمالية. أيضا سريعا لدرجات الحرارة ليوم الاثنين، القاهرة العظمى توصل فيها ل 34 درجة، الصغرى بتصل ل 20 درجة، اسكندرية العظمى فيها 27 درجة والصغرى بتصل ل 18 درجة، مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة، أيضا سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى بتصل ل 22 درجة، قنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة. نصل مع حضرتكم لختام يعني الخدمة اليومية اللي بنقدمها لأحوال الطقس. شكرا لمتابعة حضراتكم، كونوا بأمان وانتظرونا في المزيد. إلى اللقاء، شكرا للمتابعة.